طب خلينا نشوف تقرير كده عملناه، راي الجمهور عنك ورسائل الجمهور ليك يا كابتن احمد. اعزائي المشاهدين هنطلع طبعا نشوف راي الجماهير قالت ايه يعني الكابتن احمد صلاح، وارجع لحضراتكم تاني. كلهم حبايبي والله. كان ربنا اكرمنا في يوم من الايام ببيبو كاحسن لاعب في افريقيا واحسن لاعب في مصر، والى الان مفيش زيه، ولا طلع هيطلع ولا زي ولا هيطلع زيه ولا هيطلع زيه. انا بعتبر ان احمد صلاح من اللعيبه اللي ثبتت وجودها في الاهلي من زمان يعني، وكل سنه عن سنه بيفرق كتير جدا جدا في الاداء وفي الرجوله، وبعد كده يعني لعيب يعتمد عليه في كل المواقف. كابتن احمد صلاح طبعا نجم معروف ومشهور، وبصراحه الواحد لما بيشوف الملعب بيبقى مطمئن، وبنقول ان هو ان شاء الله هنكسب الماتش ده، فاحنا طبعا محتاجين منه ان هو يجيب لنا البطولات اللي جايه ان شاء الله. احمد لعيب كبير وكل سنه وانت طيب. طبعا بطمن طبعا طول ما بتفرج انت موجود في الملعب بحس ان احنا هنكسب اكيد، فكل سنه طيب ودايما مع الاهلي ودايما في طهر الاهلي. بقول له يا ابني يعني حافظ على نفسك، خليك دايما ملتزم، وكل ما هتلتزم عمرك هيطول في الملاعب، هتقدر يكون ليك مستقبل افضل ان شاء الله. اقول له كل سنه وانت طيب، وانت لعيب كبير جدا، والفرقه من غيرك بتتأثر تأثير كبير جدا، طول ما انت موجود احنا مطمنين على الاهلي. ربنا يوفقك مع الاهلي ومع المنتخب، هو لعيب كبير جدا وان شاء الله هيركز ويحترف ان شاء الله بره ويشرف مصر ان شاء الله. حابب اقول له كلنا بنحبك كابتن احمد، ادائك مشرف، اداء بطولي، اداء رجولي، طول عمر النادي الاهلي معودنا على ان اللعيبه بتاعته كلها رجاله وكلهم ادائهم رجولي، يعرفوا معنى المسؤوليه وتحمل المسؤوليه. يعني اتمنى له كل التوفيق، واحنا بنشوفه وبنشجعه، وهو مثال جيد للنادي الاهلي في المنتخب، وربنا يوفقه ان شاء الله. طبعا يعني هو من ركائز الفرقه يعني، سواء الاهلي او المنتخب، وندعي له بالتوفيق ويرفع راس النادي الاهلي كتير ان شاء الله.